احنا في انحناء محمد حمدان دقلو للعاصفة كلام ده في لايف اخر كلام ده بقول ساكت انتم ما بتعرفوا السياسة والشغل بتاع التمكين الجاري ده الان كما قال جبريل ابراهيم الشغل ده كله بيجي يتنفض وما بتقدر تقيموه بالشعب السوداني المصالحة الخليجية طبعا أكلت القحاطة كيف قطر أو السعودية تصالى قطر لأنه الإمارات أبشركم اللعب ذاته راح منها الإمارات اللعب ذاته راح منها جون بايدن والديمقراطيين ما بيتفقوا نهائي تماما مع المشروع بتاع الناس دي عشان كده جاي عظيم وجاي بشنو نقول وجوه او وجه غادم سوف يرتب الاشياء الجاي شغل عظيم نحن نقول جاي بوجوه ام يمكن انه يكون وجه جديد يرتب الفوضى يرتب الفوضى حصلت دي كلها عشان كده الان القحاحيط في اشكاليه حقيقيه اكثر ناس يمكن الان يكونوا متضررين من الشغل الماشي ده والقصه بتاع الترامب دي الان الدائره قلد بيها الفوضى في العالم العربي او العالم الثالث هنا عندنا في افريقيا او غيره بالمناسبه ترامب ده هيحكم عليه بالسجن عارفوا الكلام ده ومسكوه ويقولوا الكلام ده جيهم قالوا واحد اسمه شريف كندورة مخلوق من مخلوقات الله صغير ترامب ده حينزل من الحكم بتاعه دي كده هتتفتح فيه قضايا طوال السجن اقسم بالله العظيم لانه امريكا دوله بتاعت مؤسسات وبرامج امريكا دوله بتاعت القانون ما بيعلى الدستور ما يعلى عليه ليست دوله الفرد الواحد او الرجل الواحد عشان كده ترامب في فتيل كبير جدا جدا والله كان زغرت كان نطط وهو في فتيل الكونغرس الامريكي الان اجاز الفوز بتاع شنو بتاع بايدن يا كوريك يا دي دوله بتاعت مؤسسات ده متخلف تبليد انت متخلف انت بليد دوله بتاعت مؤسسات وقانون وكده حاجه ثوابت جايب لك 100,000 ولا 200,000 شغل بتاع نياو 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 جا 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 للأغنية بتاع الدرشون والبنوت نيام أنا طبعا البيت ده بالذات ما كنت داير نهاية إنه يكون في الثورة السودانية لأن الثورة السودانية أولاد شباب قابلوا الموت ربنا يتقبلهم لكن الآن الأمريكان وما حصل أمس درشوهم والبنوت صحيات درشوهم والبنوت صحيات دقوهم زخيرة ودقوهم بمبان دي الدولة بتاعت الديمقراطية اللي بتتشدق بالديمقراطية عشان كده لما بنقول يا أخي إنه في فرق ما بين الديمقراطية وما بين الفوضى بالمناسبة الحاصل في أمريكا ده لو استمر لمدة 72 ساعة بتشوفوا موت ما يعلموا إلا الله سبحانه وتعالى والموت الحياة ده حياة عن طريق القوات النظامية لأنه ما بيقبلوا شنو ما بيقبلوا إنه بلد العالم الأول تتصدر إنها تكون شنو مسير بلاد الفوضى والعالم الثالث الله يعني حتى الطوارئ طوالي وعلى ما أعتقد إنه أعلنها والله يملون صغيرة حية كده ونجي مارين على شنو نجي مارين على القصة بتاعت فضل الاعتصام وفضل الاعتصام ما زال نحن نتهم فوقه وهو الحرية والتغيير لأنه هو الحرية والتغيير هي المضت وهي اللي أدت الضوء الأخضر
لهؤلاء العساكر لانها هي من تمثل الحاضنه او تمثل الجماهير الموجوده امام القياده العامه. بما يعني شنو؟ بما يعني هي الجناح السياسي. اذا لم توقع لم يسحبوا هؤلاء العساكر بالجيش او بالشرطه او بالامن او بالدعم السريع، ما حيمشوا يفضلوا المنطقه بتاعت كولومبيا. ما كان حيمشوا لانه ما عندهم سند، ما عندهم ظهر. لكن الان لما توجد الظهر اللي هو التوقيع بتاع هو الحريه والتغيير على فض الاعتصام، والكلام ده انا ما قلته، قاله محمد ضياء الدين اللي هو شنو؟ اللي هو قال داري ينتقل من الثورة إلى الدولة. بالله ما تفهمون ولدك؟ ما تفهمون ولدك؟ ما تفهمون ولدك ولا ما تفهمون أخوك؟ ما تفهمون ودهلك؟ ما ماتوا ديل أولاد الغلابة، ما ماتوا ديل أولاد الغبش، ما ماتوا ديل أولاد التعابة، ما لا ماتوا ديل أولاد الناس اللي بيتصحى دغش. ديل الناس اللي ماتوا، ما مات ولدك ولا مات اخوك. عشان كده انت بتجي تقول لي دار تنتقل من الثوره الى الدوله، تنتقل على الدماء بتاعت اولاد بتاعت اولاد الغبش بتاعت اولاد البلد، تنتقل الى مرحله الدوله من الثوره على دماء اولاد كل السودانيين البسطاء والفقراء والغلابه والكادحين. ما انتقلت على دماء ولدك ولا انتقلت على دماء ابناء اسرتك والان تتشدق وتتحدث. متهمين الاوائل في فض الاعتصام لاي انسان يعرف قانون او مستجد قانون، يعني انه في المستوى الاول في قانون حيوجه الاتهام لقوى الحريه والتغيير، لانه اذا لم قوى الحريه والتغيير هي من توقع على فض الاعتصام لما كان عسكري واحد حرك جندي الى فض الاعتصام او الى فض منطقه كولومبيا. ارتقلوا من الدحنك. بعدين كلامي ده برضو شرشلوا لعنكم الله يفضل للجان المقاومه، جدعوا لله يفضل للجان المقاومه برضو. شرشروا الله يفضل للجان المقاومه دي، شرشروا في اي قحاط، اي زول فيكم عنده قحاطه صاحبه او مضوق له خلقه او هو يا اقول لك شنو يعني حاسيبه كده زي الكورونا كده، حاول شرشر الله يفضل في صفحته. نعم. طيب للجان المقاومه، يا لجان المقاومه يا اخي نعلم انكم انتم سودانيين اولاد وما شاء الله ما فيكم مشكله، اشكلتكم حاجه واحده بس، حاجة واحدة إنه هؤلاء القحاحيط مستحمرينكم، هؤلاء القحاحيط مستحمرينكم وراكبين فوق ظهركم، وراكبين فوق ظهركم هؤلاء القحاحيط اللي بيقول لك العساكر ديل والعساكر ديل، هو من وقع مع العساكر لفض الاعتصام، هو من أدى الضوء الأخضر عشان يموت أخوك، يموت ودهلك، ما تبقى حمار، ما تبقى بليد. هو من الآن يجالس العساكر في المجلس التشريعي، هو من الآن يجالس العساكر في كل مرافق الدولة. عشان كده انت ما تبقى حمار وما تبقى مستحمرين. اللي بيقول لك من القحاحيط العساكر، قول له اول حاجه فض الشراكه دي منهم، اول شيء انت فض الشراكه دي منهم، بعدين تعال قول للعساكر او قول للجيش او قول لشركات الجيش او قول لشركات كده او شركات كده. بعدين يكون معاك حق تتكلم لي تقول للعساكر ديل غتلوا، عساكر نهبوا، والعساكر ده سووا، العساكر ده سووا. ساعديك انا بقول لك والله صح كلامك وبلتزم ان اكون قطيعك، لكن انت الان هؤلاء العساكر انت الان مدينك دوله، ما كنت تحلم تحكم وحدة إدارية يا بهيمة جاي الآن تقول. طيب الإنجازات بتاعت قوى الحرية والتغيير، تعرف نحن نشوف الإنجازات بتاعت قوى الحرية والتغيير والإنجاز بتاع الثورة العظيمة، الثورة المجيدة، الثورة اللي كان
بيعلموا أبناء الهرمة إنهم كانوا يكونوا يوم من الأيام يحكموا الدولة السودانية هؤلاء القحاحير المساخيط الملاقط. ما عملوا الثورة، ثورة عملناها نحن الشعب السوداني، لكن ديل جونا مستجلبين استجلاب. حتى الوثيقة الدستورية، وثيقة الدستورية اثنين، في واحد قالوا صح وأنس قالوا ثلاثة كمان زاد. فبالتالي الإنجازات شنو؟ احنا دايرين نشوف إنجازات الثورة. يعني جات الانتخابات، وطبعا الانتخابات برنامج، الشعب السوداني داير يسمع برنامج. جات أحزاب قوى الحرية والتغيير قدمت البرنامج بتاع، طيب ما هو البرنامج بتاع قوى الحرية والتغيير؟ أنا عشان أنا مواطن سوداني داير أقتنع، عشان أديك صوتي يا الحزب الشيوعي يا البحثي يا ناس الجمهوريين، داير أديكم صوتي أنا. طيب أنا أشوف البرنامج شنو؟ البرنامج بتاع هو الحرية والتغيير هو كالآتي: عندما غمنا على النظام البايد، شوفوا لاحظوا لاحظوا الكلمات دي، لاحظوا الكلمات دي كويس، لاحظوا الكلمات دي كويس الجاية دي، لاحظوا للبرنامج ده كويس بتاع هو الحرية والتغيير ده الحايجي في الانتخابات. شرشروا لنا الله يفضل يا شباب، شرشروا لنا الله يفضل، شرشروا لنا ودونا كمية من الشعر يا شباب في لكل صف لكل قحاطي مضايقك في النفس، شايف كده زي كورونا قحاطي كده عامل لك زكمة، لأي زول من الله هؤلاء البهايم أعمل له الله وصل له اللايف ده، يعني عشان يسمع البرنامج الانتخابي لغو الحرية والتغيير الحاتجي تقوله للشعب السوداني ولجماهير الشعب السوداني، لأنه الفترة الانتقالية عفوا يعني معلش الفترة الانتقامية ما حتستمر، هذه الفترة الانتقامية وإن صبرنا عليها وعبرت هي في الأخير حتزال، وفي الأخير حتجي انتخابات وحيجي صندوق انتخابات. طيب أنا مواطن سوداني داير أقتنع ببرنامج هو الحرية والتغيير عشان أمشي أصوت لهذه الأحزاب لهذا التحالف الفوق الشيوعي الفوق الشيوعي الفوق الحزب الشيوعي السوداني والفوق الجمهوري الفوق الشيوعيين ناس قانون سيداؤه وباحات اللواط دارين بقوا ابناء الشعب السوداني اللواط اخر الزمن في شنو؟ في شوارع الخرطوم. معلش يعني معلش اللفظ لكن ده صح، ما يعني عشان احنا ما نقول مثليين ويقول لك ده شاذين جنسيا يقول لك الكلام ده ابدا يا رجاله، نحن نقول لك كلام بشنو؟ نسمي الاشياء بالمسميات الحقيقيه. ما أنا لوين عليكم عشان ما تجي تقول يا أخي والله شريف كندورة ده وذاته من ضمن الجماعة وخمانة وسوانا قطيع أبدا، نقول لكم الكلام عديد بمسميات. طيب البرنامج بتاعه داير يبيح المثليين، المثليين دي من ضمنه شنو؟ من ضمن حقوق الله، يعني الجماعة الطيبين. الجماعة الطيبين ده شنو؟ طبعا بيقولوا في القرآن يقولوا عليهم قوم لوط، وفي المصطلح العام للشعب السوداني انتوا عارفين الكلمة براكم. طب دي الانجازات، انا داير كل واحد واحد. طيب الانجاز الثاني شنو؟ والله قانون النظام العام ده، قانون النظام العام ده لابد يقيف وكده وكده. ليش شنو يا جماعة؟ والله ما مشكلة، كان قلنا زي اخواننا المشددين يعني كاسيات عاريات، ما مشكله يعني، ممكن عادي نغضب ربنا، ممكن عادي يكون نكون مفصولين من الدين، ما مشكله بشنو؟ تكفيل النظام العام حتى لا تسأل بنت تماما، لأنه الآن ما حصل أثبت تماما النظام العام كان مرب الشارع
دي الحاجة الآن اللي أثبتت للشعب السوداني، ودي الحاجة الآن جعلت جماهير الشعب السوداني إنها تتحسر على شنو؟ على تجميد قوانين النظام العام. طيب الإنجازات، الإنجازات بتاعت طبعا ده برنامج الانتخابي ده هو الحرية والتغيير. تعالوا ده في جمهوريين يا جماعة. طيب الجمهوريين ده شنو؟ والله القراي ده، القراي ده جاب لنا صورة الله ذاته يعني، يعني الله جل جلاله العظيم خالقنا نحن عبيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من نحشر يعني في شفاعة سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هذا القراي جاب لنا صورة السيد، صورة الخالق، صورة المالك، صورة العزيز، صورة الجبار، مع أبونا آدم المخلوق الذليل العبد. ده البرنامج بتاع الانتخابات يعني، البرنامج بتاع الانتخابات في الجمهوريين ده التعالف ده، ده القراي عمل لكم كده الشعب السوداني. طيب ناس بحثيين وناصريين ولا لا ولا لا، يا اخي والله ذات احزاب ركشه ما تملا ذات، احزاب ركشه ما بتملا ذات. انا ما قلت لكم، انا ما قلت لكم بلد الصبر لا من تغيز، بلد الصبر لا من تغيز، والله العظيم بلد الصبر لا من تغيز. عليك الله السعوديه المتنطحه والمترديه وما اكل